وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إب عبر الهاتف المتحدث باسم المقاومة الشيخ عبد الواحد حيدر. أهلا بك سيد عبد الواحد. تتوالى الأخبار والأنباء عن الانتصارات والتقدم للمقاومة في محافظة إب، ضعنا في صورة هذا التقدم الكبير. هنا تم سيطرة المقاومة الشعبية على مديرية حد العدين، نعم، وطرد ميليشيات الانقلاب منها، نعم، وكذلك مديرية الرمة بالشمال الشرقي لمحافظة إب، نعم، تمت السيطرة واحتكار المجمع الحكومي الذي يتواجد فيه ميليشيات الانقلاب، وتمت السيطرة وطرد ميليشيات الانقلاب منها. وما تم اليوم في صباح اليوم هو تحرير المحافظة وتحرير مديرية القصر من ميليشيات الانقلاب وكذلك مديرية النادرة. نعم، السيد عبد الواحد، ماذا عن محاصرة المقاومة لمبنى المجمع الحكومي لمديرية السبرة وعن خطتها خلال الأيام القادمة لتحرير المحافظة كليا؟ لما يخص مديرية السبرة اتجاه المقاومة في اتجاه مديرية السبرة، وإن شاء الله هم خلال الساعات القريبة القادمة إن شاء الله يتم حسم الأمر، حسم الأمر لمصالح المقاومة الشعبية، وستدفعون خلال الأيام وخلال الساعات القادمة بعض المديريات هكذا تطهر ميليشيات الانقلاب من يعني تطهر المديرية من هذه الميليشيات الانقلابية. نعم سيد عبد الواحد، بالتركيز على المناطق المحررة حتى الآن وأهميتها في إطباق الحصار على الميليشيا في تعز وتوقف الدعم إليهم، أهمية هذه المناطق وما سيترتب عليها وينعكس على محافظة تعز. هو أثرها الكبير على المحافظة الضالع، التعزيزات التي تشتريها الضالع، ويكون مديرية الرمة ومديريات العود بشكل كامل هي عبارة عن خط دفاع يعني أمامي لمحافظة الضالع. وبالنسبة لتعز طبعا فيكون هذا ما يتم في المحافظة يكون له أثر كبير على قطع الإمدادات والتعزيزات التي تصل بحفاظة كبيرة إلى المحافظة الصعيدة. نعم سيد عبد الواحد، بالنسبة للمناطق المحررة الآن في محافظة إب، هل هنالك إحكام وسيطرة كلية على هذه المناطق؟ لأن هنالك أنباء من قبل إعلام الطرف الآخر بأنه سيتم العودة إليها. هناك إحكام من الآن وسيطرة تامة، وهناك تعزيزات تتوجه لهذه المديريات من ميليشيات الانقلاب الى هذه المديريات، لكن تم التعامل معها وسيتم التعامل معها سواء في المديريات المفقوده المحرره او في المديريات التي تجاور هذه المديريات. نعم، هل هناك سيد عبد الواحد اسناد للمحافظه ولرجال المقاومه في اب من قبل قوات التحالف؟ لا يتم الاسناد فقط الضربات الجوية التي تمت خلال اليومين الماضيين، فكانت ضربات يعني أصابت الهدف وكانت ضربات قوية ومؤثرة كبيرة على الميليشيات الانقلابية، لكن غير ذلك لا يوجد شيء. نعم سيد عبد الواحد، هل هنالك تنسيق بينكم وبين بقية جبهات المقاومة سواء في تعز أو في إقليم أزال؟ كل التنسيق الكامل الذي يتم بيننا وبين المقاومة في تعز والمقاومة في الضالع، لأن الهدف واحد والمهمة واحدة وهو دحر الانقلاب وعودة الشرعية. في هذا الإطار نحن يعني عملنا واحد والجبهة واحدة. هناك تنسيق كامل. نعم السيد عبد الواحد حيدر الناطق باسم المقاومة في محافظة إب، كنت معنا عبر الهاتف لتطلعنا على آخر التفاصيل والأنباء من محافظة إب، شكرا جزيلا لك.